دلوقتي عندي حاجة جميلة اسمها المناعة المتجددة. المناعة المتجددة دي يا جماعة مناعة صغيرة جدا بنعملها في البيت. بص بقى صلى على النبي، في المناعة المتجددة انا بدلك الاعضاء بتاعتي بقوة سواء في الوضوء او في الغسل. يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا دلوقتي بتوضى، خلي بالك معايا، انا بتوضى بتخانق مع، بتوضى بتخانق مع وشي، بتخانق مع دبان وشي، بتوضى بدلك دراعي كويس. يعني ما ينفعش اتوضى والطم بالميه على وشي، وما ينفعش اتوضى وامشي الميه على دراعي كده، وما ينفعش اتوضى والعب برجلي تحت الميه، ده شغل مجانين. زي ايه؟ زي الاستنجاء. ما ينفعش اخش اعمل حمام او فتح الشطاف، لا يا حبيبي مش هينفع كده. يبقى المناعه شرطها التدليك بقوه. اسمعني كويس، التدليك بايه؟ بقوه. بتخانق مع دراعي، بتخانق مع وشي، بتخانق مع رجلي عشان افك اي جلطات واعمل تنشيط كويس. المناعه بتاعتي ان انا استعمل ليفه في الحمام، الليفه دي تكون ليفه بلدي مش ليفه سفنجه. في ناس فافي خالص بيجيب سفنجه ويقعد يعمل كده ونعمه والنعومه، نعومه ايه وطين ايه؟ انت عاوز حاجه خشنه عشان تحك الجلد؟ مش عايز اقول لك لو عندك ليفه سلك ولا سلك مواعين، بس انت المفروض تعرف انه تدليك الجلد معناه ان في مناعه. طيب استعمال الليفه البلدي، الليفه النباتي مهم لتجديد المناعه. غسيل الاعضاء بعد الاستنجاء، انا دلوقتي خلصت استنجاء او خلصت تبرز، ها اعمل ايه؟ بغسل الاعضاء، اغسل الشرج بايه؟ بايدي الشمال. ايدك الشمال مقطوعه ولا مشلوله؟ هتغسلها بايدك اليمين. ايديك الاثنين مقطوعين ده بحاجه تانية خالص، يبقى افتح الشطاف بقى وسيبه. طبعا فتح الشطاف وسيبه وانت ليك ايدين ما ينفعش لازاله النجاسه. كلام مهم. واحد يقول لك انا ما بعرفش، انا عندي ما بعرفش اصلي لما افتح الشطاف على الاخر والشطاف يديني صاروخ جوه. بعد الصاروخ ما ينزل لازم حضرتك تغسل تاني. كلام مهم ده. بعد كده عندنا تجفيف الاعضاء التناسليه باستمرار. انا اتبولت او اتبرزت يبقى لازم في منديل او حته انشف نفسي. في ناس بتحب تمشي بعد ما عملت بول وبراز تبقى ماشيه مبلوله كده. البلل ده هيعمل لنا مصيبه، هيعمل فطريات، هيعمل فطريات والتهابات واسندنج انفكشن. مع البنات يعمل عدوى والتهابات وافرازات، ومع الصبيان هيعمل لنا عقم. يبقى لازم تنشف الاعضاء التناسليه كويس. في ازاله شعر الابط والعانه وقص الاظافر. دلوقتي المسلم الشاب بعد سن ال 15 16 لازم يشيل شعر الابط والعانه على الاقل كل شهر مره، ده قوه مناعه. يعني انا شلت شعر الابط وشعر العانه، انا بنضف نفسي عشان المناعه القويه، عشان المناعه. لكن انا سايب كده الدنيا كده ترى الله برسيمه، استغفر الله العظيم، في ناس كده والعياذ بالله زي البهايم. فما ينفعش، لازم تشيل شعر الابط والعانه وتقص ظفرك بانتظام على الاقل كل شهر مره. ما تنساش بقى ان النبي محمد كان بيحب العجوه في العسل. ايه العجوه؟ بلح طري وتقدر تنقعه في العسل. وكان في ناس نعرفها يعني حبايبنا واحنا بنعمل كده، يجيب البلح العجوه وينقعه في عسل، وعنده الاولاد والبنات كل يوم كل ولد او بنت بياخد ايه؟ بلحايه واحده، عجويه واحده بس. ده بيعمل مناعه رهيبه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيحب، والرسول قال من تصبح بثلاث تمرات عجوه لم يصبه في ذلك اليوم ايه؟ سم ولا سحر ولا مرض. ايه رايكم في الجمال ده؟ نجرب كده سنه النبي. انا عملت التجربه دي مره، كان معايا 1000 بني ادم، قلت لهم بس احنا هنطبق حديث واحد للنبي بس، هنتصبح بثلاث تمرات في معلقه عسل. وبعد شهر قلت لكل واحد يكتب لي تجربته. اللي قال لي الامساك المزمن ضاع، واللي قال لي الدخه والانيميا ضاعت، واللي قال لي هشاشه العظام اتعالجت، ولاد اقسم بجلال الله حديث واحد للنبي، حديث واحد بس. انا مش عايزك تعمل كل حاجه، عايزك تنقي حديث تعمله. من تصبح بثلاث تمرات عجوه عليهم معلقه عسل، يا ريت بقى كوبايه زبادي، ها يا ريت بقى شويه قهوه بليمون. يبقى عندنا كده ايه؟ لا تنسى العجوه فين. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده ثلاث حجرات مليانه تمر، لانه كان بيشتري بال 30 وال 40 وال 300 نخله، وكان حضره النبي عنده ثلاث حجرات مليانه تمر، واي حد كان بيجيب له هديه كان حضره النبي بيردها بايه؟ بطبق تمر، مش كده؟ ولا كان عنده كيلو بلح من رمضان اللي فات؟ لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده تمر طول السنه. ولما اليهودي جه ومسك بتلابيب النبي كان مديله حوالي 30 نخله، وقال له يا محمد فلوس وبن، مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى اللي انا عايز اقول لك عليه ان النبي محمد كان عنده ثلاث حجرات مليانه تمر، ما فيش حد من الناس بيقول الكلام ده. انما يقول لك يعني كان ياكل الاسودين والتمره والماء ومش هتبقى يجيب يعني كل يوم يشتري كيلو بلح ولا ايه؟
طيب كان حضرة النبي بيأكل المائدة الخضراء، وكان سلمان الفارسي يزرع الخضروات أو الباقلاء ويحضرها للنبي على طعامه، حتى سميت مائدة النبي المائدة الخضراء. سمعت الكلام ده من حد؟ الدكتور جودة بس، محدش قرأ السنة لنا. يبقى كانت مائدة النبي المائدة الخضراء، تمام؟ طيب كان رسول الله يمشي بعد الأكل، وكان يعلمنا سنة إن أنت تمشي فامشوا في مناكبها وكلوا. في بعض العلماء قال تمشي وبعدين تاكل، تمشي عشان تجوع، وبعضهم قال تاكل وبعدين تمشي، زي الاكل الفاكهه والاكل. اكل الفاكهه قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ يجوز قبل ويجوز بعد. وفاكهه مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون. ممكن اخد تفاحه صغيره خمس ست عنبات قبل الاكل، وممكن اخد بعد الاكل. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، والصدقات ذنوب الناس واقذارهم اوساخهم. علاقتها ايه بالامراض؟ في ناس بتستحل الصدقات، بتعمل برامج الشحات، فرحان قوي بالشحات، وكل الناس اللي شفتهم في حياتي بيشحتوا اخرتهم سودة ومنيلة. يعني مش عايز اقول لكم التمرجية او الفراشة اللي كانت بتجري ورا الناس تشحت منهم، وبنت لاولادها خمس ادوار بيت بخمس ادوار بالسيراميك والالوميتال، وهو هي بنت لهم نار. فالعيال دول واحد اتخانق مع اخوه قتله، والتاني دخل السجن، والبنتين جالهم فشل كلوي، والخامس كان بيقول لي انا بخش البيت احس بنار مولعه. تفتكر الفلوس اللي بلت بيها البيت دي منين داهيه؟ من الشحات. في دلوقتي عندنا شركات شحاته، وتبرعوا وناس جابوا عربيات من التبرعات، كلام اهبل كده ما يرضيش ربنا يعني. فالتبرعات دي عباره عن ايه؟ ذنوب الناس واخزارهم اوساخهم، مش كده ولا ايه؟ والحمد لله ان هم لغوا حتى التبرعات في الجوامع، مفيش صناديق في الجوامع. طيب يبقى فائدة الصلاة كلها فين؟ في الركوع والسجود، ولا خير فيما لا يركع ولا يسجد. يعني انت تعود نفسك تركع وتسجد. واحد يقول لك اصل انا ما بقدرش، اصل رجلي بتوجعني، اصل ظهري بيوجعني. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ده اللي يقدر يقوم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يبقى تعود نفسك دايما تقف تركع وتسجد لله. لو ما بتعرفش تسجد مش عايز اقول لك تعالى لي وانا ارجع لك مفاصلك سليمة تاني. يبقى فائدة الصلاة كلها في الركوع والسجود. لا تنسى أسرع علاج للأنيميا والكلى والكبد وهو قنبلة المناعة. إن عندنا اللي يظبط السكر، يظبط الضغط، يظبط الأنيميا، يظبط المناعة، يقوي الجنس، كل ده. تصدق دي يعني مهم جدا إنك تبقى عارف إنه اللي يظبط السكر، يظبط الضغط، يظبط الأنيميا، يظبط المناعة، يظبط القوة الجنسية، يظبط الذاكرة. يعني بيحسن حاجة بيحسن البيت. دلوقتي كان عندنا مراحل إعداد الدواء، نقولها سريعا كده. عندنا كانت المرحلة الأولى إن إحنا نتعرف على أسباب الخطر، خلاص. المرحلة الثانية إن إحنا نشوف المواد اللي بتعمل تقوية ضد الإشعاع والسرطان، ودي تجربة الدكتوراه خمس سنين. المرحلة الثالثة دورنا على باقي النباتات اللي تعمل وقاية من السموم والإشعاع والسرطان، وده قعدنا فيها سبع سنين. المرحلة الرابعة اللي هي استمرار الأبحاث على 30 نبات حتى نخرج منه بالمشروب الخماسي، اللي هو القرفة والقرنفل والروند ولبان دكر ومر بطارق. دول اقوى مضادات حيويه نعناها لمده شهور، لان ما فيش عليها فطريات ولا بكتيريا ولا اي حاجه. بعد كده اتكلمنا على تحويل الابحاث الى كتب من 2002 ل 2016. كان اول بحث نزل كان اسمه رشدات غذائيه، ودي اول حاجه نزلت على شبكه المعلومات من 20 سنه، وخدت عليه اول مكافاه كان سنه 2002. وبعدين بعد كده نزلنا 2006 كتاب العلاج بالغذاء، 2009 كتاب العلاج بمنتجات النحل ورشدات غذائيه، طبعا 14 طبعا. دلوقتي النهارده هنقول لكم الكتاب الجديد اللي هو التغذيه العلاجيه المصوره. اخر حاجه دخلنا على السوشيال ميديا بقى من سنه 2017 و18 و19 و20 وبقى عندنا وبقى عندنا دلوقتي قناه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وانستجرام وتيك توك، وعندنا اكتر من 500 مليون مشاهده، ده غير اكتر من 500 مليون موقع تاني عاملين لنا مشاهدات، وفي ترجمه للاعمال بتاعتنا الى 15 لغه او 16، وخدت جائزه احسن طبيب في العالم يوم 6/6/2021. اخر حاجه دلوقتي بنتكلم في النباتات الخضراء وزراعه الاسطح والمناور والطرق السريعه ان شاء الله. دي كانت مراحل اعداد الدواء.